إذن بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. وصلنا إلى أحد الأعمال التطبيقية التي من خلالها سنكتب بعض البرمجيات باستعمال بايثون، وذلك لجعل الأشياء منطقية إن شاء الله. إذن هذا التابي أحبائي الكرام هو العمل التطبيقي لدينا مصباح ليد، لدينا مقاومة ريزيستانس لاحظ، ثم لدينا مجموعة من البينز. إذن لاحظ هناك المصباح له وصلتين، وصل هنا في هذا المنفذ ولا. ثم وصل هنا في هذا المنفذ الآخر، لاحظ جاند يعني الجراوند يعني لاتر يعني السلك، هذا سلك مربوط بجهد يساوي صفر، ثم مقاومة، ثم ليد، ثم إذن سنجعل هذا المصباح يضيء انطلاقا من إرسال إشارة من الحاسوب إلى إذن هذا الحاسوب الرسمي هو عبارة عن حاسوب، يعني إشارة من هنا ذات توتر عالي إن شاء الله لإضاءة هذا المصباح. إذن مشكور صاحب الكتاب، صاحب هذا المقال، أنه شرح الأشياء بشكل جيد. لاحظ هناك مقاومة مربوطة في البينز أو المنفذ رقم 3، ثم هناك مصباح ليد، ثم هناك المنفذ رقم 9 وعبارة عن ground يعني جهد يساوي صفر. إذا لاحظ nous allons ici piloter notre LED de deux façons. Voilà. Tout d'abord, nous la ferons simplement clignoter. يعني تودي ثم تنطفي ثم تودي ثم تنطفي. عفوا. Par la suite, nous ferons varier son non-intensité via le PWM كما شرحنا في الفيديو السابق. La LED sera branchée sur la broche. Il me semble que la broche ou le semble pin ou le semble que manfad bel arabia. La pin 3, لاحظ la pin 3. نعم هنا. Pin 3 de GPIO ou GPIO 2 اما قلنا بان هناك اما المنادات على المنافذ بالارقام من 1 الى 40 او المنادات على المنافذ باستعمال المتغيرات النصيه. هذه المتغيرات النصيه احبائي الكرام. إذا لاحظ pour PWM nous utilisons cette dernière de manière à modifier la quantité d'énergie transmise. Voilà. Pour cela, nous choisirons une fréquence de 200 Hz et le rapport cyclique évoluera dans le temps. Voilà. إذا هذه أشياء أخرى. إذن لاحظ هذا التبي الذي قام به، هناك سلك مربوط بليد مربوط بمقاومة مربوط بالراسبيري وهذه البرمجية. إذن تنطفئ ثم ولا. إذن ما هو الكود البرمجي؟ إذن لنشرح هذا الكود البرمجي أحبائي الكرام. import يعني importer les modules أو جلب المكسبيات اللازمة للتعامل مع بايثون و جي بي او و بايثون ريبينز بهذا الشكل import rpa.gpu as gpu او from gpu import اطوال، يمكنك كتابة الدوال بشكل مباشر كما هاته، هي عبارة صحيحة import RPIO GPIO as GPIO، ثم import time لأن ضروري الوقت، لأننا عندما ضروري يكون عندنا تدبير للوقت، إذن خصوصا عندما نستعمل الحلقية while true سيدخل مرارا، ولكن يجب توقيف البرنامج لكي لا نجعل من البروسيسور يكون هناك استهلاك
لروسورس لاستهلاك البروسيسور وإشباعه، وبالتالي يجب أن يتوقف البرنامج لبرة من الوقت. هذا ما نفعله. لاحظ هنا قبل الشرح while true سندخل هنا. إذا لم نفعل time point sleep سيدخل يدخل مرارا 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 يعني سيدخل بصفة مستمرة، وش يكون هناك بعض الإشكالات. إذا نستعمل time point sleep 0.5 على هذا، يعني أننا نوقف البرنامج لبرهة من الوقت ثم نعيد الدخول إلى اللي ثم ندخل إلى الحلقة ثم نفعل هذا الأمر ثم نستريح 0.5 ثم ندخل إلى هذا الأمر إكسترا. إذا لنشرح ذلك: import rp gpu as gpu ثم import time ثم initialisation de la numérotation des entrées sorties. هنا gpu.setMode gpu.board هذا ماذا يعني؟ قلنا بأن المنافذ الأربعين يعني ما يتم المنادات عليها باستعمال الأرقام أو باستعمال الأسماء. يعني هناك gpu.board، هناك gpu.board gpu.board. لدينا اثنان من المود كما شرحناهم ذلك في الفيديوهات السابقة. عندنا GPU board GPU BCM. GPU BCM يتعامل مع البينز أو المنافذ كمتغيرات نصية ككلمات، أما GPU board يمكنك المنادات على المنافذ باستعمال الأرقام. إذن هنا حدد طبيعة، إذن هنا GPU set mode GPU board، جميل جدا أحبائي. ثم هنا GPU setup، يعني هنا المدخل رقم 3. لاحظ ماذا قال المنفذ رقم 3. المنفذ رقم 3 هو عبارة عن out، نخرج لاتونسيون، نخرج هنا لاتونسيون U أحبائي الكرام، من هنا من 3. وبالتالي هنا out initial GPU high، يعني الحالة الأولى سيكون يعني توتر مرتفع، يعني بحال الاكتياز، بحال الاكتي واحد، لأن القيم يا إما نستعمل high low أو نستعمل yes يعني true false أو نستعمل واحد اثنان. إذن ماذا تعني gpu.setup 3 gpu out؟ يعني المنفذ رقم 3 عبارة عن مخرج لي يعني in sortie، يعني هنا سنخرج إن شاء الله لا intention أو intention ولا توتر ولا. ثم initial gpu.height. إذن on fait clignoter le LED، يعني سنجعل من المصباح ينطفئ ويشتغل. وبالتالي while true سندخل gpu output. قلنا لتبديل الحالة، إذن لتبديل الحالة نستعمل output لتبديل الحالة pour modifier. voilà. إذن المنفذ رقم 3 سنعطي عكس ما كان GPU input 3 voilà. يعني العكس، إذا كان low سيصبح high، إذا كان high سيصبح low، وسنجعل البرنامج يستريح قليلا. إذن لاحظ ماذا تفعل out. إذن output GPU output. إذن setup، لنذكر setup ماذا تعني، ولنذكر output. إذن setup أحبائي الكرام، afin d'initialiser une entrée sortie il faut préciser son numéro fonction de configuration. وعلى بحالنا setup، لأن البروش 2 مثلا عبارة عن an entry، لأن درنا GPU in. وعلى setup هنا output voilà pour modifier l'état، voilà باش نموديفيو ونستعملو output رقم المنفذ ثم نعطيه الحاله ديالو. اذا هذه لا موديفيكاسيون، voilà لا موديفيكاسيون. هنا كما قلنا احبائي الكرام، هنا استعملنا GPU setup، يعني لنجعل من المنفذ رقم 3 عباره عن مخرج voilà و btr avec bt، يعني initial يعني اعطيناه
توتر. فوالا هنا سندخل الى هنا جي بي يو بوان اوت سبوت يعني ان موديفيكاسيون. اذا موديفيكاسيون ثلاثة عكس ما يوجد في انبوت ثلاثة عكس ما يوجد فوالا سليب. اذا هذه هي البرمجة. شكرا على انتباهكم والى اللقاء.